خمس سنين فاتوا اتحققت خلالها معجزات بمعايير البشر وملحمة تاريخية بمعيار الحب والانتماء للوطن. شريان جديد يحمل الخير والرخاء، بيستوعب السفن بكافة أنواعها وأحجامها علشان تعبر القناة بكل أمن وأمان في الاتجاهين بدون توقف، وتختصر زمن عبور القناة 11 ساعة، وتزيد معاها عائدات القناة سنة بعد سنة زيادة غير مسبوقة من العملة الصعبة، وصلت إلى 5.9 من 10 مليار دولار عام 2019، وتزداد القدرة التنافسية لقناة السويس متفوقة على غيرها من القنوات حول العالم. وصل عدد المشروعات اللي أقيمت بالمنطقة الاقتصادية 192 مشروع ضخم بتحقق طفرة اقتصادية كبيرة، وبلغت قيمة الاستثمارات الحالية بالمنطقة 25 مليار دولار وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل. تم إنشاء سلسلة من المواني الجديدة والاستراتيجية بالمواصفات اللي تسمح لجميع السفن بالرسو الآمن، أرصفة عملاقة، مراكز لوجستية، محطات حاويات، أعمال بنية تحتية متكاملة. المنطقة الصناعية على مساحة 63 مليون متر مربع، مهمة كبيرة تم إنجازها بكفاءة واقتدار وفي وقت قياسي علشان نبني عليها أكبر المصانع والمنشآت الاستثمارية والخدمية والمباني الإدارية للمنطقة الصناعية. خلاص سينا ما بقتش أرض معزولة، دي بقت جزء من قلب المدن المصرية من خلال أعظم المشروعات القومية والإنجازات التاريخية. أربع أنفاق أسفل القناة على طول المجرى الملاحي هي البداية لتنمية سينا بالكامل. مشروعات تحقق مردود اقتصادي مباشر لرفع مستوى معيشة المواطن، ده الشعب اللي استثمر في حلمه وآمن بيه بيحصد الثمار خير في الحاضر وأمل في مستقبل تنموي مشرق ما تغيبش عنه الشمس.